الأول بشكر تيم تيدكس كفر الشيخ على الدعوة ديت. يعني كان من الليستة بتاعتي عندي زي ويش ليست الحاجات اللي أنا عايز أنجزها خلال سنة، فكان منها إن أنا أطلع في تيدكس وأهو أو بروح البيت بنصحى على طول. طيب أنا كريم جودة، مصمم جرافيك، مواليد 25 يناير 87. من وانا صغير كنت بحب الرسم جدا، طول عمري بحب ارسم على الكنب، بحب ارسم على ايدي، بحب ارسم على الحيطه، بحب ارسم على والدتي نفسها. كنت باخد بالكذب بس والدتي من اكتر الناس اللي شجعتني، كانت دايما تاخدني اصول الثقافه وتقولي لازم تشجع موهبتك وتنميها اكتر. فحصل ان انا جبت في الثانوية العامة مش عارف 70%، فطبعا حلمي فنون جميلة وفنون تطبيقية اتمحى تماما، ودخلت حقوق حلوان. أول سنة شلت كبوت السنة التانية اترفدت عشان ضربت عميد الجامعة، عشان ضربنا على الأخير اللي برسم في الامتحان. كان ممنوع ان انا اخش اي جامعة حكومية، تمام؟ فقدمت على معهد مقطم لغة وترجمة عشان مفيش حاجة غير كده. وفي نفس الوقت كان والدي قال لي يعني خلاص الرنيت توبتر، تعبت فيه جدا، اتصرف بقى، انت اشتغل سباك، اشتغل ميكانيكي، مش مشكلتي. فانا من زمان عايز اشتغل الحاجة اللي انا برسمها، اللي هو اشتغل جرافيك ديزاينر او رسام، وات ايفر هي دي الشغلانة انا عايزها. فقدمت في شركة، رحت عملت تيست في شركة طباعة ونشر وتوزيع، تمام؟ فأول يوم ليا قال لي أنت هتعمل تيست، هتعمل تصميم الغلاف دوت عن التدخين والشباب وكده هوت. فقلت تمام بيس، عامل قعدت على الجهاز بتاع الفوتوشوب عمال شغال، فجأة كده هوت جزوت من ورايا، الله أكبر هو ده. ايه يا جدعان؟ ده دكتور صاحب الكتاب. اه والله تمام ماشي. فدخل المدير بتاعي هو الكفر دوت مش هغيره. فيا استاذ حضرتك دوت جاي تمرين كده دوت جاي اعمل تيست، فلا انا عايز الغلاف ده. فاللي هو بصوا لي كده يا ابن المحظوظه ماشي، انا عينك بارت تايم عشان بس الجامعه وكده. فتمام قشطه. قعدت 5 سنين في المكان دوت، منهم سنتين ماليش لا كرسي ولا جهاز، بس ان الناس تمشي عشان اقعد اشتغل مكان اي حد بيمشي. وكانت الفلوس طبعا زي الزفت. ففي يوم كده هوت قاعد، طبعا كان ممنوع الفيسبوك وممنوع اي حاجه، ففتحت الفيسبوك في الخباثه وبكلم واحد صاحبي بقول له انا تعبان جدا من الشغل ومش قادر خلاص تعبت. فقال لي يا فكك بقى من الجرافيك والعبط دوت وتعالى اشتغل معايا في كول سنتر وخد 2000 جنيه. يا ابني دي حياتي. فلوس قال. فهي دي نقطة الميوتيشن في حياتي كلها. روحت البيت ده قدامي ان انا اوفق بين كارير هيكمل معايا لحد اخر عمري وكارير هاخد فيه فلوس بالعبيط. بس ان انا برد على التليفون باخد فلوس ان انا برد على سماعه التليفون بس كده خلاص دي حياتي. بس فعملت ويب سايت، مش ويب سايت شخصي، هو زي اسمه بيهانس، بيشو كيس البورتفوليوز بتاعتك، تحط شغلك، لو تبعت لهم شغلك، لو شغلك تمام هيخلوك عندك اكونت. بس بعت لهم لو الحاجه تمام تمام، قعدت ابلود شغل كتير جدا. ف مش عارف عايز ما ينفعش تفل كنت في يوم في اسكندريه في 2011 كده هوت او تقريبا 2010 كنت قاعد مع ناس صحابي، فكنت في ستاربكس زي ما هو باين دلوقتي، فطلعت القلم وقعدت ارسم. فالناس قالوا لي طب اعمل يا ابني الكلام ده بروجكت ولا حاجه، فقلت ماشي قشطه تمام. فعملت دول حطيتهم اونلاين صورتهم،
لقيت بعد كده هو حد وصل لي بالميل بعت لي بيقول لي انت الستاربكس البروجكت بتاعك هينزل في كتاب اسمه The World of Paper Cups في امريكا. فاللي هو اوف دي حاجه كبيره فلازم اعمل اكتر من كده بروجكتس بقى اكتر. ف جالي اوفر في مجله مشهوره في مصر فروحت هناك اشتغلت قعدت هناك شويه طبعا عيني اتفتحت على حاجات كتير بس فعملت منها بروجكت كوره كده هو اسمه ايام نمبر 10 عملت 10 لعيبه بيلبسوا رقم 10 منهم بيليه مارادونا رونالدينيو. فبعد ما خلص البروجكت وبتاع فلقيت واحد صاحبي عمل لي تاج في صوره وعلى تويتر فشفتها استغربت فده اللي حصل. اول ما افتح الجهاز هو دي الوول بيبر يعني دي برضو من نقط الميتيشن في حياتي ان حد يديني ابريشيشن على حاجه انا عملتها وحاجه غير متوقعه تماما فبس فده اداني دفعه اكتر ان انا لازم اكمل. فانا لقيت ويب سايت بتتكلم عني ناس بتكلمني على تيجي تعمل انترفيو معايا اللي هو ازاي جت لك فكره تعمل حاجه زي كده بس. فعملت من ان هو ماي نيم از نمبر 11 بقى 11 لعيب برضو بيلبس رقم 11. لقيت مجله من ايطاليا كانت عملت معايا انترفيو وانتشر انتشار هائل على الانترنت يعني الحمد لله. بس فانا من ان هو جت نقطه تحول ثانيه اديداس كلموني قالوا لي عايزينك تعمل الويفا شامبيونز ليج فاينل بوسترز يلا ورينا هتعمل ايه في اسبوعين. دول عشان هما اللعيبه اللي سبونسر باي اديداس فرانك لامبرت وروبن دول اتعلقوا في ميونخ لمده اسبوع بعد كده اديداس نزلت كامبين ثانيه بتشوكيس اكتر الفرقه كلها بتاعه تشيلسي والفرقه كلها بتاعه ميونخ الاسبوع الثاني قبل الفاينل. بس بعديها اللي هو عيني اتفتحت اكتر لازم ادخل بروجكتس وادخل معايا ناس اكتر عشان يساعدوني في الحاجات اللي انا بعملها او اوصلهم معايا النقطه اللي هو ده اللي لازم نعمله لازم نبدا من هنا عشان نوصل اللي احنا عايزينه او نوري العالم احنا نقدر نعمل ايه كمصريين مثلا. فعملت بروجكت اسمه 100 دايز فيه ان انا باخد الصور بتاعت الناس اللي بتصور بعمل لها اديت واعمل عليها تايبوجرافي بس اكتب اسمه مثلا اوريجينال فوتو تيكن باي كذا واللوكيشن بتاعها. جالي اوفرز من البرازيل ان في ناس برازيليين عايزين يخشوا بروجكت ومن فرنسا ومن استراليا قلت لهم البروجكت ده مصريين بس. فالحمد لله البروجكت سمع جامد في فرنسا نزل في مجله في فرنسا اسمها هو هو ها ها ارت ده حقيقي والله ونزلت في تايبوجرافي سيرفد حاجه تبع بيهانس ان هو البروجكت دوت تايبوجرافي صريح وممتاز. فالحمد لله ده هنا الحاجه ديت اللي عندي في البوطه طبعا في الهمبرجر في الجرافيتي وفي الباكوم بلاي ستيشن ده الورك سبيس بتاعتي في الشغل. برضو ديت نزلت في مجله في اسبانيا ومعها انترفيو مع ناس يعني ناس يوم ما شفتها اللي هو انتوا ازاي بتقارنوني بينهم. ف لا برضه على كل حاجه ده لو حد هنا بيعرف بريكنج باد بيتفرج على بريكنج باد دي واحد اثنين ثلاثه الحمد لله طيب من يومين واحد كلمني كده مش كلمني وبعت لي ميل قال لي ان انت من التوب 10 ارتست اللي عملوا تريبيوت لبريكنج باد. فدي حاجه كبيره جدا اللي هو يعني اللي هو التوب 10 على مستوى العالم مش مصر بس. فدي حاجه كبيره الحمد لله يعني. هنا دي قصه في حد ذاتها ممكن تعجب الناس ممكن ما تعجبهمش. فقشطه كان من 23 يوليو اللي فات في واحده اسمها ليزا هورتيك بعتت لي ميل بتقول لي فيه انا عايزه
عايز اشتري بوستر من بتوع رقم 11 لابني عشان عيد ميلاده واخدوا الفرقه بتاعته واخدت الدوري وكده اهوت. فقلت لها معلش انا اسف البوسترات رقم 11 مش موجوده اونلاين دلوقتي تتباع ف مفيش دلوقتي غير رقم 10. فقالت لي ايه ده خساره ومش عارف ايه، كان نفسي افرح ابني في عيد ميلاده. قلت لها طب هتبعتي لي صوره ابنك. فده اللي حصل، عملت له بوستر وانبسطت جدا مش مصدقه نفسها اللي هو حد ممكن يعمل كده حد وما ياخدش فلوس على كده. سألتها يا مس ليزا انت حضرتك ابنك مات بيحب يلعب ايه؟ فقال لي فقصدي لا بيحب بيشجع مين؟ فقال لي طب ما تكلمه. فكلمته الولد على سكايب، الولد ما شاء الله يعني حريف جدا ومستقبله هيبقى رهيب. فقال لي انا بحب برشلونه وبحب ميسي. فبس بعت له بوستر ميسي هديه وقمت صورت الرياكشن بتاعه، وبقى دلوقتي هو كل الفرقه بتاعته بتحقد عليه عشان دوت. فالناس كلها بتقول الواد ده تخيل لعب في ريال مدريد ولا حاجه، هتكون انت مثلا زي حاجه ايكون بالنسبه له. ف يعني دي اكتر حاجه فرحتني في حياتي ان انا عملت كده، والام والابن كلهم لسه لحد دلوقتي بنتكلم مع بعض ونشوف مات ممكن يوصل ليه. بس كده عن الجرافيك ديزاين عامة. في الجرافيك ديزاين احنا طبعا لازم ناخد فلوس على الحاجات اللي احنا بنعملها، بس مش لازم فلوس، مش كل حاجة يعني فلوس فعلا مش كل حاجة، بس لما تتعب وتعمل شغل يعني انت عملت فيه مجهود لازم تتحاسب عليه. بس في حاجات يعني زي حاجة زي فالونتير، فاهم؟ حد يجي يقول لك بعد اذنك محتاج مساعدتك في حاجة، اللي هو ده شخص عاجز انه يديك مقابل مجهودك، فليه لا؟ ليه ما تساعدوش؟ مش عيب خالص. بس اعتقد بس